حاضر، بس المهم يكون الامتحان سهل يعني. جدا. تحت أمرك. تحت أمرك. أول سؤال سيدنا بيقول إن يفتك، بالنسبة لإن إحنا خدام في اجتماع عن التمثيل، إيه الحاجة اللي يفتك ترشدهم ليها في اجتماع من الاجتماعات كخدام تمثيل؟ إيه الهدف اللي يقدروا يقدموه من خلال فقرة التمثيل؟ أول حاجة ما تمثلوش على الناس. يعني بصراحة كده يعني بتعلموهم التمثيل بس ما يشوفوش بتمثلوا، اللي جوه غير اللي بره، والمظهر غير الجوهر، ولا آخر. إنما عايز أقول شوية ملاحظات في التمثيل. التمثيل لابد أن يكون هادفا، إن احنا بنقدم رسالة، بمثل عشان أوصل قيم روحية للناس. نمرة اتنين، أنا بنفع الناس بالتمثيل على ألا أضر بالتمثيل، بمعنى إن اللي بيمثلوا دول على حساب حاجات تانية، مسؤولياتهم في البيت ولا مسؤولياتهم في المذاكرة أو الآخر. نمرة تلاتة، طبيعة العلاقات اللي بيمثلوا دول إيه طبيعتها؟ انفتاحية زيادة عن اللزوم ولا حاطين لها حدود؟ برضو لازم ناخد بالنا من دي وعنينا على اولادنا، عشان ما يبقاش احنا جمعناهم واختلطوا ببعض عشان يقدموا حاجة طيبة للناس، الاختلاط ده ادى الى مشاكل بينهم وبين بعض. فعايزة برضو الحرص، كل الحرص. النقطة التانية، ما يبقاش كل وقتنا مع اللي بيخدموا في التمثيل هو التمثيل، انما ليهم برنامج روحي، بنقرأ حاجة مع بعض، بنصلي حاجة مع بعض، يبقى احنا حطيناهم في بوتقة روحية، فيبقى دي حفظاهم من الجو العام بتاع التمثيل. سؤال تاني سيدنا، احد ما بيقول ان انا بقرا كتير في الكتاب المقدس، وانا بقرا في الكتاب المقدس دماغي بتتشتت جدا، حاولت كذا مره والحرب جديده، فمحتاج ارفع اعرف ارشاد نيافتك. خرجنا عن اطار الاسره، ماشي زي بعضه. بص يا جماعه، قصه صغيره اتقالت من قصص الاباء. اي واحد طالب رهبنه بيروح الدير هدفه حصوم كم ساعة؟ هعمل كم ميطانية؟ هصلي كم مزمور؟ هتخطى حدود الأجبية وصلي ل 150 مزمور؟ ده تطلعات الراهب. فعايز جوه الدير يدوله تدريب بقى من بتاع الرهبان. فالمدبرين الروحيين بيبقوا حكمة قوي، يفرملوا دي شوية، لأنه بيهمهم يربطوا الممارسات الروحية بالفضيلة الروحية. يعني الممارسات العبادية دي لازم يواكبها قامة روحية، فيناموا روحياته. فواحد من دول رايح بقى منتظر التوجيهات اللوسكية الرهبانية، فمدبر الروح قال له روح اقرا الإنجيل، ولما تخلصه تعال. استعجل طبعا، عاوز يقش الأهم يعني. خلص بسرعة. قال له استفدت؟ قال الحقيقة أنا مش فاكر، يعني ذاكرتي ما بتلمش، ما بتجمعش. قال له اقرا الانجيل تاني وتالت ومفيش فايده. قال له طب بس انتقل لحاجه تانية، انا الحقيقه مش بستفيد يعني. ما قال له ما تستفدش من الانجيل خالص. هو متخيل ان استفادته من الانجيل ما يعلق في ذهنه من حفظ ايات في الانجيل. قال له طيب خد السبت ده. طبعا انتوا ما عشتوش زمن السبت البوظ ده، ولا فاكرينه؟ اللي الستات كانوا يجيبوا بيه الخضار من تحت ويحركوه بين البلكونات اللي في الشوارع الضيقه كده بحد رايح جاي. المهم قال له خد روح املاه ميه من البير. بس اول تدريب طاعه، ويحدف السبت جوه البير، يا بركه الطاعه، ويطلع السبت. تاني وتالت رجع حزين، كان متخيل بركه الطاعه هتملى له السبت ميه. قال له في ايه؟ قال له مفيش ميه. قال له مفيش حاجة أبدا اتغيرت، مفيش. قال له طب بص جوه السبت كده ما حصلش تغيير، السبت ما فيهوش مية زي المخ اللي ما فيهوش معلومة، إنما قلب السبت إيه؟ نضف وبيض. هو ده اللي يعمله الإنجيل، اقرأ وما يهمكش إنك تحفظ. دي أول ملاحظة. تاني ملاحظة، لما تقرأ الإنجيل نصيحتي ليك، اقرا الاول مقدمه صغيره عن الانجيل او السفر اللي بتقراه، الشخصيه اللي كاتباه،
الظروف كتابته هدفه تميزه عن باقي الاصفار، خدت الباك جراوند عنه. وبعدين تبدا تقرا، لما تتقدم شويه جيب كتاب تفسير جنبه، الكلمه اللي تقف جنبها افتح باب التفسير. لما تتقدم شويه شويه يبقى الانجيل هو اللي مقفول واللي مفتوح ايه؟ كتاب التفسير. نتدرب. برضه اللي عاوز يقرا الانجيل يدرس انجيل، يقول انا هدرس فضيله كذا في السفر الفلاني، او هدرس هعمل ربط بين دراسات مش مجرد قرايات. انما عايز اقول لك حتى لو ما درستش مجرد تقرا بتنضف من جوه بسرعه. في سؤال تاني، سيدنا زوجي كتير تقصدي سؤال تالت؟ تالت حاضر. زوجي كتير عنيف ومتعب وبيكسر عليا حاجات من البيت، وحاولت كتير في العلاج النفسي ولكن العلاج النفسي ما بيجيبش نتيجة، أعمل إيه؟ سؤال، يا ترى هو كان في الخطوبة شكله إيه؟ هو مين اللي عمل فيه كده؟ جايز قبل كده. طب لو قبل كده ما اكتشفتيش؟ لا، في حاجات كده تبان يعني، بس هم بيبقى رومانسية العلاقة لا بيشوفوا ولا بيسمعوا ولا بيشعروا. وده أهمية إن يبقى فيه حوار. يهمني فترة الخطوبة والبرنامج هتلاقوا فيه حاجات كتير من دي. بنناقش الموضوعات الحياتية وناقشه بطريقة مثيرة. قال له فعلا انت ممكن بعد الجواز انا تعبانه تغسل اطباق؟ العين الخضراء بقت حمراء في ثانيه، بان بقى ان جوه يعني في حاجات كده تبان يا جماعه، انه عصبي ولا مش عصبي. ومع ذلك خلاص احنا اتجوزنا. العصبيه دي يا اما تبقى جزء من الطبيعه وصعب تغييره، او ممكن تبقى حاله مرضيه تحتاج تدخل طبي في تحجيم العصبيه دي. انما الزوجه الشاطره واللي فهمت جوزها عينها على ملامحه، عارفه امتى بيتضايق. مش هو ده، احنا يعني الستات يجننوا الرجاله يعني، انا بدافع عنكم كتير، بس هو جاي هلكان وتعبان تشتغل وكيل نيابه، اسئله اسئله اسئله، وسال على السؤال وسال على الاجابه، هو ده وقته. أو هو داخل كده طلبات، هو ده وقته. داخل كده شكاوى، هو ده وقته. خليه يشم نفسه الأول. جاي متأخر، كنت فين؟ واحدة عاقلة، حبيبي وحشتيني، قلقت عليك، أنت كنت فين؟ فرق. النار المولعة دي بكلمتين زي كده، عشان كده الكتاب يقول ايه؟ حكمة المرأة تبني بيتها. في نفس الوقت لما بتلاقي انت بتتكلمي، اول ما تلاقي كسرة واحدة بدأت تظهر، غيري مجال الحديث قبل ما الثلاثة يظهروا. على طول يعني بسرعة. الذكاء، اختيار الوقت المناسب، الكلام المناسب، الأسلوب المناسب. أتكلم ايه؟ امتى؟ ازاي؟ احفظوا الثلاثة دي. أقول إيه؟ إمتى؟ إزاي؟ إزاي وهو في حضني؟ إزاي وأنا مبتسمة؟ إمتى هو مرتاح وأنا مرتاحة؟ أقول إيه المقدمة الإيجابية وحشيني يا حبيبي؟ كلهم جواهم طفل. اتعاملي الأول مع الطفل عشان تخش قلبه، بعدين اتعاملي مع الكبير عشان تطلبي منه. نصيحتي للستات والرجاله، ابداوا بكلام المشاعر قبل اي طلبات، قبل اي تساؤلات. الكلام اللي فيه مشاعر يدخلني قلبه، واذا دخلت قلبه بكلمتين قليلين اقنعه. الوصول للعقل سهل جدا من القلب، من خلال كلمتين حلوين للودن. ومستحيل اوصل للقلب عن طريق العقل. شكرا. سؤال تاني يا سيدنا، من فضلك عندي مشكلة كبيرة جدا. اخويا ده هي اللي عندها مش حضرتك يعني. اوكي.
اخويا بيته هدم تماما بسبب تدخل ناس. بيته ايه؟ هدم تماما بسبب تدخل ناس كتيره في حياته من طرف مراته، خليته كمان يرفع قضايا نفقه ليها للاولاد، وعملت له محاضر زور بالتعدي بالضرب، وطلع منها براءه من اول جلسه لان الله عادل، وكمان عملت له محاضر بخطف الاولاد وضرب امها، وخرج من الشقه والشقه مكتوبه باسمه واسمها، وخرج منها منعا للمشاكل، وكل ده بسبب نفوذ قريب ليها من الشرطه. هم منفصلين جسديا ليهم سنه، هل ليها الحق من الانفصال الرسمي الكنسي؟ اول حاجه اخشى ان يكون الاخ ده او الاخت دي مراته، يعني لها حماتين، حماتها اللي هي مامته، وحماتها الثانيه اللي هي ايه، اخته اللي عماله تهاجم فيها دلوقتي دي. احيانا الاخت تبقى هي سبب المشكله. انا مش بقول على الحاله بالتحديد، بس انا دايما بحب ادافع عن اللي بيتهاجم. خلي بالكم اللي غايب دايما اخد صف شويه عشان اعمل توازن للي بيتقال. ومع ذلك مفيش مشكله سببها واحد. اوعي تقولي ان اخوها ده مسكين وملاك وامير وبعدين قالت اتهام بالباطل انه ضرب وانه عمل. مش معنى ان مفيش دليل على الضرب ان مفيش ضرب، ومش معنى ان مفيش دليل على الاهانه ان مفيش اهانه. فدايما يبقى في انصاف. ومع ذلك يا بنتي مفيش حاجه اسمها ان انا اطلق ولا انفصل. نسال السيد المسيح قال ايه؟ من طلق امراته الا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج بمطلقه يزدي، ومن يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزدي، واللي هيصرح بغير كده هيتحاسب قدام ربنا. تاني اقولها ولا وصلت؟ اي كلام يتعارض مع نص الانجيل اللي هيعمله هيتسأل قدام ربنا. مفيش طلاق الا الانحراف المثبت، غير كده يا بنتي دورنا احنا بقى ككنيسه نبني البيت ونشوف المؤثرات السلبيه ايه عشان نرفعها، وايه الايجابي اللي نعمله في البناء الروحي للاسره. شكرا. تعيش يا سيدنا وتعلم. لا انا بقول له مش هتسمعيني غير من انا بس. تعيش يا سيدنا وتعلم. سؤال خامس حسب الترتيب. خامس واخير ولا لسه خامس؟ لا لسه كتير. يا سيدنا، لو المخدوم عايز يحول من الأرثوذكسية للكاثوليك نتيجة عدم الاهتمام أو التشجيع من الكنيسة أو من الخدام، إيه هيكون الحل؟ يعني هو هناك ضمن على فكرة مفيش كاهن على سطح الأرض دي بينتحر انتحار كده بيبذل ذاته بصحيح قد الكاهن القبطي الارثوذكسي. انسي انك هتلاقي في اي مكان كاهن زي اللي بيعمله الاب الكاهن. مش عايز اقول يعني مقارنه، بيشتغل كام ساعه وفين. المشكله مش ان انا اسيب كنيسه لكنيسه، او اسيب كنيسه مرجرجس واجي كنيسه العذراء، او اسيب طايفه وطايفه. اشوف اسباب المشكله ايه وتتعالج. طب ابونا ما بيزورنيش، طب انا لجأت له ما حلش، ولا انا مش عايز اسمع للكنيسه في رايها وعايز كنيسه تانية. سمعتيني؟ بس بشاور عشان ما تسجلش. سؤال سادس. سيدنا، زوجي محب جدا للبيت والعمل، مش ناقصه البيت، مش ناقصه حاجه، المشكله في حياه التهديد. لازم نسمع إيه؟ التهديد. لازم نسمع كلامه، بيدي اوامر صارمه، غضبه وخصامه كتير جدا، وولادي في الجامعه، اعمل معاه ايه؟ جايز مشكلته مراته، فاللي مش عارف يعمله مع مراته بيفرغه في ولاده. مش جايز، هي ما بتسمعلوش، ما بتخضعلوش، ما بتريحوش، ما
ومع ذلك بفترض ده وبفترض ده. انا عايز اقول لكل اب من فضلك ادي وقت لابنك. نمره اتنين، صاحب ابنك، اقعد معاه، العب معاه، روح في المكان اللي بيحب يروحه. صاحب ابنك. على فكره دي نقطه مهمه قوي. وانت صاحبه بنتك. احيانا بيكون تاثيرنا على بناتنا اقل من تاثير اصحابهم. فلما نصاحب اصحابهم من خلال اصحابهم نؤثر عليهم بصوره غير مباشره. فاحنا لازم نصاحبهم ولازم نديهم وقت ولازم نصاحب اصحابهم ولازم نشاركهم في مواهبهم. الجيل بتاع النهارده معلوماته اكتر مني، مش هيقبل نصايح ان لم اكن مقنع بحياتي ومعلومه مش عنده. اقدم ذاتي قدوه وعندي المعلومه. النقطه الثانيه، لا تغيير في حياه شاب من الشباب الا بالحضن وبالحب. الحب هو اللي يغير، هو اللي ياثر فيه. من اجل محبته ليا ممكن يعمل حاجات كتير. فولادنا في الزمن ده محتاجين حب، محتاجين اقناع، محتاجين وقت، محتاجين صداقه. سؤال سابع يا سيدنا، ارجوك يا سيدنا كلمه منفعه من اني اكمل خدمتي ولا لا، علشان في خطيه بشوفها كل يوم وابونا مش عاوز يسمع اي حد غير اللي بيعمل الشيء اللي مش صح. تهيألك يعني انت متهالك ان ابونا بيدافع عن الغلطان. تهيألك جايز عند ابونا ابعاد تانيه كتير خالص في تعامله مع هذا الشخص ووجود هذا الشخص في الدايره انت ما تعرفيهاش. فلو سمحتي اقعدي مع ابونا قعده محبه كده وقولي ابونا انا وصلت للمرحله اني بفكر في كذا. جايز يريحك او يوجهك في اتجاه الصح ويعرفك بعض الابعاد في الموضوع. سيدنا نيفتك بتعلمنا في كلية الإكليريكية الكتاب والعلم، العلم والكتاب المقدس. فنتمنى من قدس أبونا يوحنا يحدد مع سيدنا ميعاد شهري تيجي تعلمنا هنا الكتاب المقدس والعلم. ممكن؟ طب سؤال. اتفضل. ركزوا معايا يا بنات يا ولاد الشباب. ايه رأيكم في قصة يونان؟ حد يصدقها؟ مستحيل. تضحكوا علينا. بقول يا جماعة يونان يدخل بطن الحوت 3 أيام وما يموتش. قال لا، ده لو ما ماتش من الخوف وهو بيترمى في المية يموت من الغرق. ولو ما ماتش من الغرق يموت من اسنان الحوت يقطعه. ولو ما ماتش من اسنانه المعدة تطحنه. ولو ماتش من المعدة اللي هتطعنه تطحنه العصارة تدوبه. تضحكوا علينا؟ ايه رأيكم في الطوفان؟ قال ايه؟ بس الكلام ده الكتاب بيقول ان المية غطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. صح. يعني ايه؟ هي اعلى جبل يعني ايه؟ 2 ميل 3 ميل بيقولوا 5 كيلو مثلا. 5 كيلو؟ طب ما جايز. ما جايز لو الدنيا مطرت كلها في وقت واحد يبقى ارتفاع 5 كيلو. نشكر ربنا دلوقتي في التجمع الخامس المية وصلت 50 60 سنتي. فجايز يعني لو الدنيا كل المية اللي نزلت في وقت واحد على العالم كله. قال لك لا، انتوا بتضحكوا علينا. الميه اللي في السماء دي كلها لو اتفضت حاليا على كل الارض بالتساوي في وقت واحد لا تزيد عن 2-3 بوصة. قال لا، ده بنقول غطت جميع الجبال الشامخه التي تحت كل السماء. يعني تحت كل السماء 4-5 كيلو ارتفاع ميه. قال بس العلم بيقول عكس كده. معقول؟ طب يعني ان شاء الله. ما الميه دي جت منين؟ طب جت ازاي؟ طب بلاش جت ازاي؟ طب راحت فين؟ يقول لك المياه الجوفيه. المياه الجوفيه عشرات الامتار، مش في كل العالم كمان.
اتبخرت 2-3 بوصة. طب الماء راحت فين؟ وتقولوا لنا طوفان، مين يصدق؟ معجزة؟ ايه رأيكم؟ قصة يونان حقيقة مؤكدة بالعلم، قصة الطوفان حقيقة مؤكدة جدا 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 بالعلم. نتقابل ونتكلم في الكلام ده. يعني انا اتمنى خدنا وعد من يختم. انا بس بشوقهم عشان يعني بس بس ما يشيروش الاسئله الغريبه الاولانيه وما يشيروش. تمام يا سيدنا. احنا امسيتنا النهارده اسمها امسيه فلا تكن الا فرحا، رساله فرح من يافتك في الزمن اللي احنا عايشين فيه، اللي تعبانين فيه، كله ياس وتعب والم، رساله فرح. احسبوا كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. ليه؟ لان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. احنا شايفين ليل، شايفين ضلمة، شايفين سحابة، انما وراها شمس، وراها نور، وراها خير. تخطى الزمن وتخطى الظرف وبص لما بعده، يا ما حصل وكان وراها خير. اشوفكم على خير. أبونا يوحنا، أبونا يوحنا اتفضل عشان تشكر.